خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. وفي الدقهليه تم صرف 250 الف جنيه كمساعدات للاسر الاولى بالرعايه في شهر فبراير الماضي. اما في محافظه الشرقيه فتم دعم المستشفيات ب 23 ماكينه للغسيل الكلوي بتكلفه بلغت 7 مليون جنيه. كمان النهارده في المنوفيه هيتم قطع الميه لمده 4 ساعات عن مدينه شبين الكوم وضواحيها لغسل الشبكات. والنهارده كمان في المنيا هيتم انطلاق الاحتفالات بالعيد القومي 105 للمحافظه. خلينا نتابع تفاصيل واخبار اكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بني سويف تم تطوير جناح العمليات الكبرى بالمستشفى الجامعي لتواكب أحدث النظم الطبية بأعلى معايير الجودة الصحية بتكلفة 7 مليون جنيه، وشمل التطوير 7 غرف عمليات جراحية و3 غرف استراحات للأطباء والتمريض ومخزن المستلزمات الطبية، بالإضافة لتجهيز معمل تحليل عينات داخل العمليات للتحليل الفوري للأنسجة. في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تم صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير الماضي على مستوى المحافظة، واستفاد منهم 810 أسرة، وبيتم توزيع المساعدات وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. في الشرقية أكدت مديرية الصحة أنه تم دعم المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ب 23 ماكينة غسيل كلوي لخدمة مرضى الكلى بالمحافظة بتكلفة تقديرية أكثر من 7 مليون جنيه، بالإضافة لتجهيزات غير طبية أخرى. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. في المنيا شهدت المحافظة استعدادات مكثفة للاحتفال بالعيد القومي 105 للمحافظة اللي بيوافق يوم 18 مارس من كل عام، وتم تكثيف أعمال التجميل والنظافة وصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة ودهان البلدرات وتعليق الأعلام استعداداً للاحتفال اللي هينطلق اليوم. في الإسكندرية أكد فرع المجلس القومي للمرأة أنه منذ بداية الشهر الكريم تم إنتاج وتوزيع 1750 من الوجبات الغذائية على الحالات الأكثر احتياجاً بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب، بالإضافة لباقي أحياء المحافظة، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم. في الفيوم تم افتتاح توسعات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي بعد تزويدها ب 18 ماكينة غسيل جديدة وأجهزة طبية حديثة، وده ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبكده تشتمل وحدة الغسيل الكلوي على 45 ماكينة قديمة و 18 ماكينة جديدة.